أهل البيت عندنا لهم معاني متعددة، فأهل البيت هم أهل الكعبة المشرفة، يعني أهل مكة، أهل البيت الحرام يعني. وأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وجعل الجنة مثواهن. وأهل البيت هم أولاد الحسن والحسين أبناء فاطمة، وضم بعضهم إليه إلى أبناء الحسن والحسين أبناء السيدة زينب أيضا، ويسمون بالأصباط. وكل إنسان له نسب من قبل الأمهات يسمى بالصبط أو بالأصباط. وهؤلاء هم المقصودون بأنه 40 من أهل البيت من هؤلاء من أولاد الحسن والحسين. وأهل البيت كل تقي، يعني المؤمنون كلهم أهل البيت لأنهم يتوجهون إلى البيت الحرام. إذن أهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا في باب الزكاة. خمس معاني لأهل البيت، من ضمنهم النسب الشريف.